تعالوا بقى، عندنا النهارده تقرير مهم جدا عن جمعيه الهلال الاحمر المصري التابعه، واطلاق مبادره هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط في مجال الاسعافات الاوليه للاشخاص من ذوي الاعاقه المكفوفين باستخدام اجهزه خاصه ليهم. وقالت جمعيه الهلال الاحمر المصري في اطار دمج ابطالنا من ذوي الهمم في المجتمع ده ومجتمعنا، وبمناسبه اليوم العالمي للغه برايل، تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. بمناسبة اليوم العالمي للغة برايل، أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أول مبادرة في الشرق الأوسط في مجال الإسعافات الأولية لفاقدي البصر. المبادرة النهاردة بتحتفل باليوم العالمي للغة برايل من طبعا خدمات الهلال الأحمر المصري، هي تقديم تدريبات الإسعافات الأولية لجميع فئات المجتمع. جميع فئات المجتمع بتشمل طبعا ذوي الهمم اللي من ضمنهم المكفوفين، عشان كده اخترنا المرة دي ان احنا نقدم ندوة وتدريبات الإسعافات الأولية للسادة الصم. بنعتمد طبعا على المهارات اللي عندهم زي السمع واللمس عشان نقدر نوصل لهم المعلومات ونقدر نوصل لهم المهارات بشكل سليم. هي أول مبادرة في الشرق الأوسط اللي هي تعليم الإسعافات الأولية لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، وده إحنا عاملينها علشان خاطر اليوم العالمي بلغة برايل. إن شاء الله عندنا الأمل بتاعنا إن إحنا نخلي كل مكفوف على مستوى الجمهورية واخد الندوة أو الكورس ده كله، وهو في الآخر هياخد شهادة معتمدة من جمعية الهلال الأحمر المصري إنه هو عنده المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية. قعدنا مع خبراء وشفنا إزاي نتعامل معهم، وفصلنا برنامج خاص بيهم، وفلسفة البرنامج قايمة على إن إحنا بنعلمهم لو هو اتصاب، حصل له مثلا لا قدر الله حرق، جرح، كسر، يقدر يسعف نفسه إزاي، أو لو هو كان في موقف فيه إصابة يقدر يبلغ غيره بالمعلومة الصح، وغيره ده هو اللي ممكن يسعف. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبنيه لملف ذوي الهمم خاصة المكفوفين، تأتي ضمن الجهود المبذولة لدمجهم ضمن فئات المجتمع المختلفة وتوفير حياة كريمة لهم. مشاركتنا النهاردة بتدل أن اللي بيقوله فخامة الرئيس فعلاً بيتنفذ، ودي حاجة كويسة. طبعاً هنشوف طبعاً التدريب اللي هم بيعملوه، وطبعاً نتمنى أن الدنيا تبقى زي ما احنا رسمين لها. أول ما عرفت أن في ندوة خاصة بالإسعافات الأولية أنا بصراحة اتبسطت جداً، لأن دي من الحاجات المهمة اللي يجب التركيز عليها بشدة، لأن فعلاً في حاجات كتير ممكن تقع مننا في النص، لأن الإسعافات الأولية فعلاً مهمة جداً في حياتنا. في البداية وأنا صغيرة جداً كنت في البيت لوحدي، فالإزازة اتكسرت، وبعدين أنا أسبوعي يعني جات فيه إزازة جامد، فضل يعمل دمك يخر دم كتير كتير كتير، فأنا حسيت بهبوط كتير جدا لدرجة إن أنا ملقتش حد ينقذني في الوقت ده. جاي أتعلم علشان أقدر أنقذ نفسي وأنقذ أي حد يتعرض لحاجة لغاية لما يروح للمستشفى. مارينا أمير لبرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. مبادرة جميلة والأولى من نوعها على الحقيقة في الشرق الأوسط في مجال الإسعافات الأولية، يعني تحيتنا لجمعية الهلال الأحمر المصري اللي طول الوقت عاملة مجهود كبير جدا جدا.